مساء الخير. اليوم المقدمة ما رح تكون تقليدية. بعرف هيدي السنة كانت صعبة على الكل وكلنا قطعنا بصعوبات، بس أهم شيء الأمل يضل بقلبنا ونضل عم ننشر هيدي المحبة بين بعض. اليوم الحلقة رح تكون خاصة على رأس السنة، رح كون عم بستضيف سياسيين وزيرين اللي هن وزير الإعلام زياد مكيري ووزير السياحة وليد نصار. وهلا رح نبلش مع وزير السياحة وليد نصار. مساء الخير، كيفك؟ مساء النور أهلين. رح بلش اسالك هيك شوي اسئله، ما رح نفوت بالسياسه اليوم، قررت ما نفوت بالسياسه، رح نكون عم نحكي عن حياتكم الخاصه، ورح هيك تخبرونا قصص يمكن مش مخبرينها من قبل اول مره. جاهز؟ تفضل. اول سؤال، اليوم وليد نصار مبسوط بحياته؟ شوف، الحياه حلوه وانا معروف عني اني ايجابي وعلى طول متفائل. يعني أنا بآمن إنه الإنسان بس يتفائل الخير بيجي مثل ما بيقولوا. مبسوط؟ إيه مبسوط وبشكر ربك اليوم. أكيد مش طموحي أعيش مثل العيش اللي نحن عايشينه، لأنه ما حلو واحد يكون عايش مبسوط وشايف غيره، خاصة بظرفنا نحن هلأ بلبنان. بس الحمد لله، بنقول الحمد لله. هلأ أنا خبروني إنك مبسوط كمان من جانب تاني، اللي هو الحب، مظبوط؟ انا على طول بعيش حياه حب. حب حلو كتير، حب حلو كتير. قد ايه صار له؟ على طول باستمراريه. هلا انا قالوا لي من 5 اشهر بالضبط. ما بعرف هلا اللي قالوا لك. لا مش كتير دقيقه. وليد، خبرنا عن اكثر مرحله قطعت فيها بحياتك وكتير اثرت فيك توصلت لوليد نصار يلي اليوم وزير. تعرف بالحياه بيقطع الانسان بكتير طلعات ونزلات، وخاصة إذا كان إنسان سيلف ميد. هلا أهلنا الله يخليهم والله يرحم اللي راح، عملوا لازم، علمونا بأحسن جامعات، ما أخروا علينا شيء، بس نحن اشتغلنا على حالنا. هلا أكثر مراحل قطعت بكثير مراحل منا حلوة بحياتي، أصعب وحدة، بس يعني يمكن فترة الصعوبة بفترة وقت كنت بأول زواج، بفترة الطلاق. بتعرف قد ما يكون واحد مقتنع إنه بده يترك أو بده يقرر شيء يعمله بحياته، بيكون في ولاد، هيدي شغلة شوي مزعجة، بس قطعناها الحمد لله. يعني هو أهم شيء إنه واحد يتعلم من الأشياء الصعبة اللي بيقطع فيها بحياته، أو يمكن بعض الأخطاء اللي بيعملهم، لأنه ما في إنسان لا يخطئ. وفي الخطيئة تكون ردة فعل، صح؟ مش فعل بس، هي خطيئة يعني. بقى ايه قطعنا بالحياة، والحياة دي الحياة حلوة، ودي بذات الوقت ما حدا بيعرف ربنا شو مخباله بالحياة. مهم الإنسان يكون مقتنع باللي بيعمله، عنده إرادة قوية ومؤمن. الإيمان شغلة كتير مهمة، الإيمان شغلة أساسية، لأنه بس تكون عندك إيمان وقريب لربك الأمور بتقطع، ولو صعبة بتتسهل. شو أكتر درس تعلمته بهديك المرحلة اللي أنا كنت عم تحكي عن الطلاق؟ أكتر درس هني شغلتين أساسيتين أنا بحياتي تعلمتهم، أنه أول شيء يكون الإنسان يربح جميل، يعني نكران الجميل شغلة منا حلوة أبداً. والوفا، الوفا ونكران الجميل مع الأصدقاء، مع الأصحاب، بالبزنس، بالشغل، مع الأهل، مع كل شيء بالحياة. كتير حلو واحد بس يحصل على شيء أو شخص يعمل شيء منيح إنه ترد له الجميل. ووقت اللي أنت بتعمل شيء منيح مع الغير، تعلمت انه ما استنظر انه هالشي يرجع لي. بقى تعلمت انه شو ما بعمل بحياتي انا، ما استنظر شيء. اذا بيجي شيء بكون ربنا هيك بده، بس اذا ما اجى، انه كل it's all about expectations. يعني ده انت بتعلي الاكسبكتيشنز تبعك، بيصير اذا ما صار هالشي بتصير انت محبط، ولا بيصير عندك نوع من ديسبشن. لا، خد الدنيا مثل منا، اعطيه وما تسأل عن شو بتاخد. هيدي شغلة حلوة. ايه حلو انه لازم كتير اشخاص بدولتنا يعرفوا هيدا الشيء، انه لازم نعطي بلا ما ناخد من الناس.
بدي مهم انك يمكن قطعت بهيدي المرحله الصعبه كرمال يمكن هلا تزبط انه انا بعطي بس ما باخذ وما بنطر الناس يعطوني. صحيح. مش الناس، حتى اللي بيشتغل بالشأن العام ما لازم ينطر من البلد يعطيه، لانه نحن جايين نخدم لازم نعطي بلدنا بدون مقابل، بس المقابل هو بينعكس علينا نحن بطريقه غير مباشره لما بنعمل امور اصلاحيه، بنطور البلد، المؤسسات، بنحافظ على القانون، بنحمي الدستور. هول القصص اللي بتعملهم انت بكون طريقه غير مباشره عم تستفيد، لانه عم بيستفيد شعبك، وهيك بتبني الوطن على الطريق الصحيح. وليت لك زمان بالسياسه، يعني مش بس هلا لما طلعت وزير، صار لك زمان بالسياسه، تعبت انه لا انا ما بعتبر حالي رجل سياسي، اشتغلت سياسي، اشتغلت بالشان العام بس مش بالسياسه كسياسه، اشتغل بالباسكت اكثر. لا بالرياضه، هي الرياضه نوع من، يعني بالعكس هيدي كانت هوبي عندي وحبيتها، وهيدي صناعه كثير مهمه يعني. تعبت؟ لا ما تعبت الحمد لله، طالما انه عندي صحه و ما فينا نقول تعبنا. اللي بده يشتغل بالشأن العام هذا قرار هو اخذه، صح، ما حدا اجى جبرنا، صح، نحن اخذناه بارادتنا نعمله. ما لازم نقول تعبنا، وما لازم نربح جميله، وما لازم هيك نبين انه نحن عم نعمل شغله غصب عنا. من وقتها ما تعينت وزير لليوم، امتى اكثر مره قلت يا ريت لو ما كنت فيها وزير؟ ولا مره. يعني في اقول لك عده امثله، تفاجئنا باشياء معينه صارت، بس نحن اول ما سلمنا الوزاره كنا عارفين نسبه الفساد بالبلد وهالمنظومه كيف البلد ماشي، كنا شايفينهم وعايشينهم، يعني انه ما تفاجئنا باللي شفناه. اوقات بتتفاجئ من تصرفات بعض الاشخاص المسؤولين بكل المجالات يعني، بس المفاجاه بتكون هيك حصريه وبترجع بتتعالج وبتمشي. بس لا ولا مره قلت يا ريت مني وزير او ما بدي بقى. انا جيت وعرف انه هيدي الازمه موجوده وعارفين لوين رايحين، في عنا مهمه معينه بدنا نخلصها ومنسلم وبنرجع اشغالنا ان شاء الله. خلينا نرجع شوي بالزمن لورا على طفولتك، تتذكر شو احلى مرحله بهديك الفتره بطفولتي؟ او ذكرى، ايه ذكرى واحده. يعني في كثير اشياء حلوه الحمد لله، انا بعتبر انه عشت طفوله حلوه، كنت مكرم من اهلي، وكنا هيك عايشين هيدي الحياه البريئه كثير بنبسط. بس ارجع اشوف اصحابي اللي كانوا معي بالمدرسه. بعدك اصحاب معهم؟ ايه اكيد، هلا ما بنشوف بعضنا كثير، بس نشوف بعضنا كانه امبارح، ونستذكر شوي الايامات الحلوه شو كنا نعمل. كنا شياطين بالمدرسه، يعني انا كنت شاطر بس شيطان. ايه هيدي ايام حلوه، ايام المدرسه. كنت عم تحكي عن الاصحاب، وكنت عم تحكي من شوي كمان انه في كثير من الاصحاب او اشخاص بتعرفهم بحياتك خابوا املك وما كانوا وفيين معك. من وقتها ما تعينت وزير خسرت عالم او ربحت عالم اكثر؟ عم بحكي كناحيه اصحاب. لا شوف، اصحابي اللي اصحابي محافظ عليهم، يعني اكيد مقصر بالواجبات ومقصر بانه عم مشغول وبنشغل وانا اشتغلت يعني. خسرت اصحاب؟ لا، ربحت اصحاب، ربحت ناس جديد. يعني بس البيلان اذا بعمله هلا بقول انه في كثير ناس اصحاب، والاهل كنت حابب اشوفهم اكثر، ما قدرت، بس هن بيرعوا لي ظرفي. اذا فعلا بحبوني، هلا اللي بيزعل وبيعمل حركات بكون هيدا منه كثير هيك صادق، مش مشكله بنقطع له اياها يعني. بس انه في ناس فعلا بيزعلوا لانه بحبوني وما عم بيقدروا يشوفوني وانا ما عم بقدر اشوفهم. بس هيدي الحياه، مراحل بالحياه بتقطع. بس اهم شيء انه الحمد لله بالسنتين ما عملت مشاكل مع العالم، والعالم عملت معي مشاكل، هيدي مهمه. حتى بالسياسه قد بيكون عندنا مواقف قويه، بيصير في سوء تفاهم، بيصير في التباسات، بس ما نتج عنا قطيعه مع حدا. بالعكس، بعدني انا يعني. ثانك يو. هلا رح ننتقل لبيا. شكرا. بيا
ميرسي ريان. وهلا لعندك شيف سلهى. سعد لي مساكي شيف سلهى بالبعلبك. ايه على راسي. انتشارك واسع على السوشيال ميديا. شو بدنا نعمل؟ واليوم احنا مبسوطين انه انت موجود معنا بسهرتنا الليلة. وانا مبسوط معكم لانه معروف عني انه انا كثير لبناني، وهلا على تلفزيون لبنان كمان يعني ولعان الليله. حتى المريول عالم لبنان عليه كمان، هذا اهم شيء. شيف سلهب، شو رح نحضر الليله؟ نحن اليوم حنكسر لكم العادات تبعكم والتقاليد، انه هون بتطبخوا انتم لبناني شيف انطوان وكذا، فنحن اليوم حنخرق له المطبخ بالاكل الاجنبي اللي بنستعمله على أنطوان. اكيد بالاذن منه استاذنا الكبير. فحنعمل نحن اكل اجنبي. نعم. خرج راس السنه يعني. شو حنعمل؟ الدجاج محشي شوي ريدس مع صوص الكريم، وحنعمل سلاد جوتشي سلاد. نعم. مع صوص كتير طيبة. طيب خلينا نبلش أول شيء بالمكونات، نحن لشو بحاجة؟ نحن أول شيء بدنا صدر الدجاج مسحب. بدنا نحشي جبنة موزاريلا مع ريديس كعك شوية ملح بهار، أوكي، وبدنا كريم فريش لإلو، والخضرة المسلوقة بروكولي بطاطا وجزر، هيدا الطبق الأساسي. والجوت تشيز هي الجوت تشيز، بدنا كريم فريش مع روزماري زيت زيتون والخضريات، يعني الميكس لاتس مع الروكا، يعني دجاج محشي بالإريديس مع جوت تشيز سلط. ايه شيء طيب كثير، سلاد والمين كورس تبعه. طيب خلينا نبلش بالاول، هيدا السكين تبعك هون. هيدي السكين تبعك. السكين مهم بايده للشاف، هي اهم شيء السكين، هيدا السلاح تبعنا. ماشي، اول شيء بس هذا السلاح نستعمله للطبخ مش اكيد بس للطبخ. يلا خلي بس جيب كفوف. اوكي طبعا نحن هون نحترم كمان الايجيان كثير، في دجاج لانه لازم، هيدا اهم شيء صح عشان السالمونيلا يا الربع. يعني انت شعرك واسع شاف، وبتحكي بعلبكي، يعني بتحكي حتى باللكنة البعلبكية مثل ما انت معود. طيب غير انه انا طبخ شاطر واكلات طيبين، اللهجة كمان شعلتني طلوع. هنجيب الدجاج اكيد. شاف قد ايه عندك باشن بعالم الطبخ؟ مش سمعني الشاف هلا غطس بالبراد. اول شيء حنجيب هودي زورة الدجاج. يلا عندنا مسحبين. اوكي اوكي بدنا ندقهم، حنزعجكم شوي. بدي ادقهم ورفعهم. يلا بتجيبوا شاكوش خاصه بالاكل يعني. دقن برفعهم. اوكي ذكرتني بدقوا المهابيج هالبرنامج اللي شاركت فيه. ايه 100% هون دقينا مزبوط، يعني هن الشقفتين حطهم فوق بعض وارجع دقهم لاعملهم شقفه واحده. بيطلعوا معنا مرتبين ومنرقق قد ما فينا. هيك تقريبا الرقية تبعها صارت احسن. قد ايه بدها تكون سمكتها تقريبا شاف؟ شو؟ سمكة الدجاج. لا بدها تكون رقيقة يعني تقريبا شي سنتي ونص؟ لا ما في سنتي، اقل؟ بالملي هو تمام. ف اوكي طيب شو بنعمل هلا من هندسة تطلع معنا مبرومة مرتبة. هيك طلعت معنا شعر وحده. اوكي روعة. هلا نحن بدنا نبلش نحشي فيها. اول شيء ححط لها كعك. اوكي كعك مطحون 100% حملحها. بدك ساعدك؟ بدي سلامة قلبك. اوكي احسن ما ننزعلك. بهار اسود. نعم انا الستات بالبيوت دائما بهيك لحظه وبعيد العيد دائما رجال البيت بيساعد مرته دائما صح،
فمش غلط يعني هيدي المشاركة تكون موجودة. حلو المشاركة. صح. هلا ححط الجبنة. اوكي. ححط القريدس. يلا. انا القريدس منظفه وجاهز بس مخلي له الدنب فحشيل كمان الدنب تبعه حصفهم بتساوي. شو الاكله شاف اللي بتاكل اصابعك وراها؟ يعني انا باكلها يعني؟ ايه اكثر اكله بحبها فطاير مقلي من ديت امي. تحيه للبيت. هيدي اطيب اكله عندي. اوكي. وهلا بحط مع بروكولي خضار. ايه بتعرف الاعياد بدها الوان. هذا البروكولي شيء بشهي عن جد. الطبخ نفس فن. اوكي هيكونوا مرتبين. حنبلش نلف. يلا الله شو فينا نكبس. ايه ونبرمها لتصير معنا رول هيك. نسكر الجوانب. كمان نلفها هيك نكمش بهود المقلتين. نرجع نحطها بالبراد. ايه شوي اكيد. قد ايه وقت؟ يعني ساعة بيكون تمام احسن لتكمش معنا مزبوط. اوكي. هيك بتكون شو؟ صارت جاهزة. صارت جاهزة ونحطها بالبراد. عظيم. لكن خلينا نرجع نذكر شيف سلهاب. نحن دقينا الدجاج صدرين دجاج صغار. صدرين دجاج هو صدر واحد بس انا شايل العظم من النص. دقيناهم رفعناهم حشيناهم جبنة موزاريلا ريدس بروكولي وملحناهم وبهرناهم مع شوية كعك. يلا هلا شو هلأ شو هلا نحن من بعد حطلعها لأن انا عامل واحد ثاني. يلا طلع. اوكي بدنا نقليها بس خلينا نجرب هيدي اذا اوكي دايس. ايه ايه اكيد بدنا نقليها هلا دغري. مثل ما هي شيف سلهاب بتنقلها ما بنقطعها. ايه لا مثل ما هي. اوكي. خاصة لان فيها جبنة ممكن تسيح لبرا. يلا. هلا من بعد ما طلعناها للبراد شايفة كيف كامشي؟ ايوه. هلا بهيدي الحالة لانه يمكن تفرط معكم بالبيت حتحطوا له الكردون بس انه مؤقتا عشان ما تطلع الجبنة لبرا. نحط لنا شي حبتين هون وعجوان حبتين. هاي وحدة هون كمان. شو بتتذكر خلال العيد خاصة من عيلتك وبيت ستك وأهلك؟ العيد هي يعني الجمعة الحلوة. معروفين نحن بلبنان هذا الشيء. نعم. شو ما كان العيد حتكون الجمعة هي الأساس. صح صح. واهم شيء الاكل يعني كل في جمعه في سفره هو الاكل بلش من عند ستك بالبيت وانت رجعت طور. ايه اكيد. وضفت النكهات. هلا اول شيء حنضيف الزبده ماشي. تقريبا ملعقتين زبده. اوكي بدها لتذوب معنا. قد ايه حطينا زبده شف؟ ملعقتين. اوكي. واهم شيء عند شيف سلهاب لازم نذكر بهذه النقطة انه ما بيعتمد على المقادير. اكيد يعني الكباية والملعقة. هلا ليك بالمطاعم نحن المطاعم بنشتغل فيها كله على المقادير على الجراماج. ايه كله على الجراماج. هلا على النفس قد ما بدنا رشي ما رشي يعني انا كأنه عم بطبخ لحالي. اوكي من بعد ما دابت شوي الزبدة معنا حنحط الدجاج. اوكي نحط على الميلة للإخرانية يعني اللي سكرناها. اوكي قد ايه بدها وقت على النار؟ تقريبا بدها شي ربع ساعة. اوكي خلينا نحط لها هيدي نحط لها معلقة. بعد ربع ساعة شو بنعمل؟ هلا لك شو الخبرية؟ انا حطيتها هلا هون لتاخذ لون ماشي وبدي سكر عليها لتستوي من جوا. اوكي لازم سكر عليها، إذا ما عندكم شي تسكروا على المقلية بدك تحطوها بالفرن. فهلا هيك نحن طالما لقينا هيدي عن شطب أنطوان طلعت غير شكل. تحية لشطب أنطوان. نعم
اوكي هلا نحن بدنا نحضر السلاد ماشي اللي نحن بدنا نعملها جوت تشيز سلاد لكن رح نحضر نحن هلا حنشيل هلا الخشب الصفراء بهيدا الوقت شيف بين ما يستوي الدجاج على النار رح نرجع لعند ريان بتكون استوت الدجاجه مظبوط 100% خلصناها وبنرجع يلا ميرسي بيا هلا رجعنا مع الوزير الاعلام زياد مكيري ينعاد عليك وعليك وعلى اللبنانيين ان شاء الله يا رب وان شاء الله السنه الجديده كمان تكون احلى من هيدي السنه للكل اكيد خليني اسالك اليوم انت مبسوط بحياتك بصراحه فيني اعتبر نسبيا ايه مبسوط لاني انا كل عمري كان بدي اني اوصل على موقع اقدر احاول اغير منه قصص ما كنت مقتنع فيها يعني وهلا انا بموقع بحس انه ممكن اني اثر على تغيير بعض الاشياء وبحياتك الخاصه هي المشكله انه هيدي الحياه العامه بتاكلك من حياتك الخاصه بس عم بحاول اني اعمل هيك مثل بالانس معينه يعني عم تاثر شوي مع العائله اكيد عم باثر مع العائله مع الاسف يعني ما بيقولوا لك شيء لا يمكن بيفهموا الموضوع امتى اخر مره حدا من عائلتك قال لك انه اشتقنا لك بدنا نشوفك يمكن من اسبوع بالتحديد شفت يعني حسوا انه عن جد كنت عم بعد كثير وعم سافر كثير وما عم بيشوفوني بالرغم من انه انت بتعرف هالايام يعني عندك سيلولار وعندك انترنت وعندك 100 شغله يعني بتقدر بس ما بينفع يعني القعده هيك الفاس فاس اهم من كل شيء يعني هلا هن بيشتاقوا لك انت لمين بتشتاق اكثر شيء انا بشتاق لهم يعني بشتاق لهم وايام بشتاق لحياتي قبل يعني وقتها ما كان فيها هالقد اضواء خليني اقول بشتاق يمكن لمكتبي وقتها كنت اشتغل بشتاق لطلابي لاني بعلم بالجامعه كنت هيدا كله سوا بس ماشي الحال يعني ابدا مش ندمان اني بهالموقع مين اكثر شخص زياد لما يكون قاعد لحاله وما في حدا معه وبعيد عن اضواء الوزاره وبعيد عن التلفزيون وعن الكل هيك بيقول انه اشتقت لهيدا الشخص و يعني يا ريت او بدي اقعد معه لك تقول لك شغلي نحن عائلة مجموعة كتير عم بحكيك عن العائلة مش انه انا بس ولادي عم بقول لك العائلة يعني اخواتي وعماتي ولاد عمي ولاد عمتي يمكن اكتر شيء بحس بهيك بسلام وبقوة وقت ما نكون كلنا سوا مجموعين وهيدي شغلة حقيقة بفقد لها كتير لانه بتعرف وقت بلشوا يتجوزوا يعني ولاد العم والاخوة بتبلش شوي شوي العائلة يعني بحب قول تتفكك بس بيصير كل حدا عنده مجموعته مثل ما بيقولوا فهذه شغله كثير بشتاق لها يعني كثير بشتاق للماضي تبعي طيب امتى اخر مره زياد كان عن جد مبسوط من قلبه يعني مبسوط ومش عتلين هم وهالقد عن جد انه اتس فيري جينوين واتس فيري سمبل بتعرف انا من الناس كثير ايجابيين يعني بضل شوف الامور بايجابيه ما بحب شوف الامور سوداويه ولو انه ايام بمرق بقصص صعبه لانه كل الناس بتمر بقصص شغله طبيعيه وهلا اكيد هلا بتعتل هم اكثر لانه عندك مسؤوليات لانه انت مسؤول تجاه الناس ومسؤول ما لحلك تجاه اللبنانيين بس في مكان ما اكيد بعدين صار عندك عائله انت كمان مسؤول عنها اللي هي عائله وزاره الاعلام وتلفزيون لبنان يعني انا من نوع اللي بعتل هم كل الناس بعتل هم مشاكلهم فهذا الموضوع كمان بيصير عبء على تفكيرك عرفت قال لي يعني وين اكثر شيء بنبسط وما بعتل هم يمكن وقتها هيك بسافر 3 4 ايام تغير جو اكيد مين اكثر شخص اثر فيك كثير تاثرت باهلي ببي وبامي وبالحياه يلي عشوها بدي لك شغله عنهم امي توفت السنه الله يرحمها امي توفت اما هي وصغيره يعني اذا بدك هي عاشت بلا ام وبي عاش بلا بي لانه جدي ترك على امريكا كان بي كثير صغير فتخيل انه هن التقوا ببعضهم وعملوا احلى عائله يعني هو كان احسن بي وهي كانت احسن ام تتشوف انه كيف الامور بالحياه هيك عندها سبحان الله فلسفه معينه تترتب الامور ايام بالرغم من كل الصعوبات كنت عم بتحكي انه السنه توفيت والدتك شو بتتذكر اخر شيء قالت لك اياه يعني امي ما كانت تقول لي غير كل القصص الحلوه حقيقه ما بحياتها طلع منا شيء مؤذي تجاه حدا ابدا 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 يعني ما فيك تتذكر منا الا الصفاء ما فيك تتذكر منا الا الحب ما فيك تتذكر منا الا التضحيه
وهيدي امور اكيد اثرت فيي اكيد، يعني عطتني كثير قصص بترجع بتشوفها مع الوقت. كنت بتتمنى تقول لها شيء؟ يمكن قلت لها كل شيء لازم اقوله بوقته. الله يرحمه. شو احلى درس تعلمته منهم؟ من امي الصبر. من امي الصبر والهدوء. مبي تعلمت الاستقامه والقوه والنظافه والمبدا. حقيقه هن كملوا بعضهم. عرفت؟ بس انه ما في حدا كامل، يعني عم بحكيك عني انا، يعني قديش فيك تاخذ قصص منيحه من الاهل بس بيضل عندك يعني فقشات مش منيح، يعني لو شو ما كان. والحكمه يلي علموك عليها اكيد اثنينهم، كل حدا عطى حكمه. شو هن؟ كل حدا عطى حكمه. قلت لك امي عطتني حكمه اسمها نعمه الصبر، من قلها عطتني حكمه الصبر. بي برجع بقول لك اعطاني هيك حكمه المبدا، انك ما تزيح عن مبادئك ابدا. عرفت؟ وانا جمعت اثنين مع بعضهم، يعني انا بالسياسه خليني اقول شي 30 سنه يمكن، ويمكن لو كنت بس مثل بيي ما كنت نجحت، ولو كنت بس مثل امي كمان ما كنت نجحت، يعني يمكن كملتوا بعض زبطت. عرفت؟ طيب. مثل ما هني زبطوا بحياتهم، يمكن اللي اخذته منه ومنه عملوا هيك فلسفه معينه براسي قدرت من خلالها هيك انجز قصص. كنت عم تحكي انه لك 30 سنه بالسياسه، ايمتى بتحس انه اليوم زياد رح يوقف وبده يقعد بس مع عائلته ويقضي كل وقته مع عائلته؟ ليك وقتها بتفوت فيها ساعه بتوقف ساعه خلص. عرفت؟ يعني بتصير تضل فيها لانه بتصير تنجر وبتنجر منيح، واذا خاصه انت بتكون مقتنع بقصص بتعملها، وبتكون مقتنع انه في ناس صاروا هن يعني رب منك، وفي ناس هن مؤمنين فيك ومؤمنين بمشروعك، ما بعيد فيك توقف ابدا. بس انه السياسه بتتطور. عرفت؟ يعني انه هيدي انا اذا بدك تعييني وزير يعني هو مرحله من المراحل يلي انا مرقت فيها بالسياسه. هلا بتقلي بعدين، انا بقول لك هيدا يمكن اعلى موقع فيني اخده بالسياسه اللبنانيه، وانا كثير مقتنع. بس بعدين اكيد السياسه ما بتوقف، يعني انه ما بتشوف يعني وزراء بيوقفوا. بعدين انا من منطقه يعني ناسا بيجروك على هذا الموضوع. عرفت؟ ما بعيد فيك تطلع، وبتصير انت كمان ما بدك تطلع منها. كنت عم تحكي عن الصبر، ونحن من صغرته يعني معروفين. انت كمان من صغرته. انا كمان من صغرته معروفين نحن عصبيه كثير. قد ايه عن جد والدتك، لانه كمان والدتك من صغرته، قد ايه والدتك ووالدك علموك على حب صغرته وتعطي كل شيء لصغرته؟ بدي اقول لك شيء ويمكن قليل بيعرفوه. انا لا مثلا بيي وامي من صغرتها، وجدي وستي من صغرتها، واذا بتطلع بالبرانش تبع اهل امي واهل بيي ما بتلاقي غير صغرتي وهي صغرتي وهي. عرفت؟ يعني ما كان في حدا كنا نقول له نحن غريب، يعني بس يجي بحدا حتى من برات مدينه صغرتها هيدا الاخت غريبه او هي تجوزت لبرا. لك تتعلم تحب هالمنطقه وتتعلم تحب ناسها. بس انا الاهم من كل هيدا اني قدرت جرات ولادي يحبوا منطقتهم ويعتبروا انه عندهم جذور، مع انه ربيوا ببيروت. بس ما فيني خبرك قديش هن متمسكين بمنطقتهم وبناسها. وبقول لك ايه اكثر، انه يمكن بتعيش عز هلا وبتعيش هيك انه انت بالاضواء، بس بالنهايه ما في شيء بيبقى لك غير الناس اللي عن جد بيحبوك. وانت وين بدك تموت، وين بتعيش، وين بتتجوز، وين بتولد، كل شيء. عرفت؟ نهايتنا هونيك، ونحن يعني عندنا هالتعلق وهالحب، وفي شيء بيحرز كمان. يعني سميت ابنك على اسم والدك؟ عندنا هالتقليد نحن. امي هند، سميت بنتي هند على اسمها، وبي تيودور الصبي على اسمه. والبنت الثالثه آية على اسم هيك حبينا نسميها آية. وبكره يعني تيودور بده يسمي زياد وجويس اكيد. زياد يعني هو متمسك بالتقاليد كمان. عرفت؟ وانا بحب هالتقاليد يعني مش لا 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 ما لها علاقه اجتماعيا يعني. بصغرتها بتلاقي اسماء، يعني اذا بتشوف حجاج مثلا بتلاقي حجي من ال 1700 او مكتوب كذا، بتلاقي نفس الاسم. هلا سنه ال 2023 بتلاقي نفس الاسماء. وانا بحب هالشغله، يعني بتلاقيها ببعض البلدان يعني. بس صغرتها نحن كثير متمسكين بتقاليدنا. شو احلى نعم اليوم عايشه بحياتك؟ ليك انا ربيت بعائلة كان فيها كتير حب، كان فيها كتير عطاء.
يعني إن كان أهلي أو إن كان عماتي أو إن كان العائلة الكبيرة، يعني ربينا بجو كتير حلو، وقتا بحياتك بتاكل كتير عاطفة وحب، ولا ممكن ما يكون عندك يبقى لك شيء من هذا الخير يلي بتاخده أنت وصغير. ومنحاول يعني نحن كمان، تعرف حياة غيرت والولاد غيروا، نظرة للحياة غيرت، صار في حرية أكتر والأمور سريعة كتير نحو التغيير. بس أنا بضل أقول إنه في محل لازم نضل متمسكين بتقاليدنا قد ما فينا، ونكون منتبهين يعني على كل هيدا، ومجبور تواكب العصر بنفس الوقت طبعا، يعني ما مش عم نقول لك انه نكون رجعيين، بس انه كل شيء له علاقه بالانسان وبالانسانيه وبالحب وبالعطاء، انا مقتنع انه نحن لازم نحافظ عليه. شو احلى قيمه اعطيني قيمه واحده علمتها لاولادك وتضلوا محافظين عليها كل حياتهم؟ انه يضلوا مجموعين، وانه يقدروا يستوعبوا بعضهم، يقدروا يستوعبوا اولاد عمهم والعائله الكبيره، عرفت؟ انا بضل اقول بالعائله لازم يكون بضل في حدا، بتعرف في مشاكل وين ما كان، يعني بضل في حدا بسميه سفنجه، هو يلي بيمتص كل الغضب، بيمتص الحقد، بيمتص المشكل. انا بضل هيدا الموضوع في حدا مينيموم شخص بالعائله لازم يضحي ولازم يمتص قد ما في تضل العائله موجوده. عم شوف انه اهم شيء عندك العائله، ومن اول الحديث عم تحكي انه قد ايه العائله لازم تضل مجموعه معك ولازم تضلكم مع بعض. امتى حدا من عائلتك قال لك وقف سياسه؟ شي مره صارت؟ لا حقيقه لا، بس بناتي بفتره من الفترات بخافوا، عرفت انه بخافوا عليك او على بخافوا علي اكثر، وبتعرف وقتها كان في ثوره وكان في ثوره ماب وكذا، انه كل شخصيه عامه كان في بهدله لها بالشارع، وهيك كانوا كثير يعتلوا همي. وايام هي صغيره عتلت هم حالها يعني، او انه ما يد حدا يعرفني شو بدي اعمل او شيء من هالنوع، عرفت؟ لا بس كتر خير الله يعني الامور منيحه وعم نقدر نعمل هالتوازن يعني الصعب. شي مره حملت ذنب لحالك انه انا عم كون شخصية سياسية ويمكن تطلع بولادي بكرة، إن كان بالمدرسة، بالجامعة، بالمجتمع؟ لا بتعرف هني إذا بدك هني حطوا مثل هيك فاصل أبدا، يعني ما بيردوا مثلا إنه إذا عايزوا شيء، ما بيريدوا أبدا إني أحكي لهم مع حدا، ما بيريدوا أبدا إني أتدخل بشيء له علاقة بمدرستهم أو بجامعتهم أو بشغلهم أو بأصحابهم أبدا. يعني بيطلبوا قصص لأصحابهم، يعني قصص طبيعية مش أكتر. فما فاتوا بهيدي القصة على الآخر أبدا، عرفت؟ يعني ضلينا متماسكين وحاولنا أنه تضل أمور طبيعية قد ما فينا. ميرسي كتير. Thank you. نرجع ننتقل لبيا. Thank you ريان. وهلأ رح نرجع لعند الشيف سلهى بتنشوف شو صار بالدجاج المحشي ريديس. شيف صارت ريدي؟ شو الأخبار؟ تمام؟ أنتم من تشيفي ليك الألوان ماشي؟ هذه المشاهدين قصة كبيرة. هلا نحن بدنا نطبق الصوص، اوكي سريعا. شو بدنا نحط؟ نحط اول شيء شوية ثوم مدقوق، اوكي حقليهم كثير منيح وشوي، هي بقلبها ما بيأثر لأنه نحن بنستفيد من الخواص تبعها، ما بنديحها على جنب. اوكي لا بضلها ما بيأثر لأنه نحن بنطبخها بقلبه. اوكي هلا حضيف البروكولي، حضيف مرقة الدجاج، شوي من مرقة الدجاج، مرقة الدجاج بتساعدني طلع الخواص أو طلع اللون اللي بقلب المقلية من تحت، أوكي رح تعطيني شوي اللون أسمر. حضيف كريمة الطبخ، شي طيب كتير. وأنت دايما بتفاجئ المشاهدين بتحضيرات ونكهات جديدة كمان. نعم دايما بتفاجئ اللي عم بيتابعوك بتحضيرات ونكهات جديدة. بنحب نعمل شيء هيك مميز وحلو. هيدي خلصة معنا اوكي، بس لتعقد شوي الصلصة تبعها بتكون جاهزة على الاخر، بس بنقصها وبنقدمها مع الخضرة المشوية او المسلوقة. اي انواع خضار رح يكون في على انا جنبها؟ هحط جزر وبروكولي وبطاطا صغيرة. اوكي انا مجهزهم يعني. طبعا لديك وقت يعني. ايه هيدي جاهزة اوكي. هنحنا شو نعمل هلا؟ هنسكر عليها نترك عربة نبلش. اوكي هنبلش بالسلاد. يلا تمام. لكن الجوت شي السلاد هلا صح. هلا بدنا هون وعاء، هنحط
بس نحن لشو بحاجه شاف؟ نحن بحاجه هلا جبنه المعزه راح هي الكميه كافيه لصحن واحد. نرجع حضيف كمان شويه كريم ما ايه ايوه حضيف زيت زيتون هاي تخليه المي هون اكليل الجبل فينا نفرمهم فينا نخليهم مثل ما هن بس الافضل انه نفرمهم عشان ما نحس فيهم كثير يعني اكليل جبل يابس اخضر افضل اخضر ايه هذا اخضر كل شيء فريش احسن اطيب مزبوط ولا لا اطيب ولا مش اطيب اطيب بكثير هلا انا شو حاخلطها اوكي بدك اعطيك ملعقه انا بجيب ما بيقص يلا نشيط هذه الديناميكية والعفوية اللي بيمتاز فيها الشيف سلهب دايما حتى انتو بتتابعوه كمان على السوشيال ميديا هون مفهد شو بدك يا شيف رجيني هاي منيحة هاي منيحة ما بيحشي يلا حنخلطهم اوكي شيف نعرف انه دائما انت بتحب تقدم هيك مساعدات خاصه خلال فتره الاعياد صح خلال شهر رمضان قدمت اطباق مجانيه وهلا كمان خلال شهر العيد وخاصه فتره الميلاد 12 حبشه صح. تم توزيعها لعدد من العائلات المحتاجه خبرنا قديش شيء بتضيف فرح إيه؟ لحياتك ولشغلك لما تكون عم هيك عم تعطي من قلبك وتساعد هلا بشهر رمضان اجمالا انا كل شهر رمضان بعمل شيء خاص فيي كل مره بميلي مره صورت باماكن بقلب بيروت مره عملت مطبخ تقليدي بس الاكلات اللي بعملها اكيد بنوزعها لانه عم تكون كميه بدل ما اعمل انا صاحن بعمل طنجره ومنه عم نعلم الناس ومنه احنا عم نساعد ب يعني مع عائله محتاجه هلا على كريسمس كمان عملنا 12 حبشه كمان تم توزيعهم خلينا هلا نحن هون تقريبا صرت خالصه حضيف لها البهار اسود هيدي شايفه خلص صارت كريميه قد ايه عدد الفولورز عندك؟ على كل شيء في شيء 800,000 هلا حجهز الصلصه اوكي ححط خردل ملعقه خردل صغيره وبدنا نعمل كميه كبيره عشان بس لصحن واحد زيت زيتون هاخفقهم بتتذكر بعلبك خلال العيد لك نحن اهل بعلبك الاعياد عندنا هي جمعه يعني مثل كل اللبنانيه اكيد الجمعات القعده الحلوه الاكل على الحطب الاجواء يعني السهر وهاي هي وهاي هي ايه. وعلى الطبيعه كل شيء وعلى الطبيعه هذا شويه عسل وانت كمان بتطبخ بالطبيعه ايه انا اول بلش بالطبيعه صح. وهلا شوي يعني عم بطبخ بس قليل يعني كل فتره لعمل فيديو لانه بتعرف الاشغال شوي ضاغطه يعني وهلا كمان بالسقعه بتقدر تطبخ بالطبيعه على الثلج مره شفتك عم تطبخ شيء على الثلج انا كل سنه في فيديو على الثلج هذه محسوب السنه رح يكون في فيديو اكيد فيه. اكيد شو رح تحضر لا ما فيناش هيدي سربريز نعطيكي هيدي الاسرار طيب شو رح يكون سلاد لا لا اكيد كل شيء مشوي يعني او باخذ الصوبيا او باخذ الجريل ان شاء الله هلا ان شاء الله بس شتي ثلج اعتبري في فيديو على الثلجات شايفي هيدي الصوص اوكي حطينا عسل بلسميك زيت زيتون ومطرد وملح اوكي شويه بهار هلا بس بدي اضيف عليهم عوده الخس وروكا ماشي اوكي هو هنشيل هيدي يلا وجهزنا الاسكوبا هجيب صحن هاي هي خلصت؟ ايه هلا هي البندوره لشو؟ هلا بقول لك ما لازم استعجل ما تستعجلي على رزقك هلا رح احط هيدا الصحن اوكي حاسكوبا بهيدي يلا البندوره شو لكعب الصحن يعني هشيل اول شيء هيدي نحن بنشجع قله الهدر
مالكم بكتير من البندوراية ماشي، فبدنا سماكة معينة كلهم قد بعضهم تمام، إذا فينا يعني حنحط هيدي أول وحدة حنقسم الثانية عشان يطلعوا معنا متساويين. هاي الثالثة هون عظيم، هاي بتكون شو عبينا البندورة بقلبها تا صح؟ صح مثل ما شايفة. يلا اوكي بعدين. هلا بعدين حنحط الجوت تشيز اللي حضرناها مرحبا يا شيف. اهلا لا شيف انطوان، كيفك عليك؟ كثير منك يا بيا مطبخك يا شيف سلام. يا شيف انطوان لك اللي بكتشي لعندي انا من قلبي بفتح لك والله يا عراسي. معقول يا خيي؟ لك هي نحن ما بنخونك بس بدنا نزيد شيء من المطبخ. حبينا نفتتح النيو يير من عندك من من هون. شوف بس انا بتعرف شو بحبك. ايه والله بس انا زعلتني دغري. لا ما قلنا عزاله يا شيخ انطوان، لحنا انت معود على التلفزيون لبنان يا نصيب وقف فيصل حياني انت مش عم تطلعي. انا جاي تطلع من المطبخ مش هيك المطبخ هيدا بعلبك انا بعلبك من فوق هلا صار بدك تصريح تصريح لك فوت لعنا هلا انا بفوت دغري من تصريح كل العالم بتحبني كل الشباب بتحبني احنا موجودين هلا بجيلين يعني جيل عنده الخبرة الواسعة بعالم المطبخ وجيل الشباب كمان يلي قديه بتفرح لما تشوف عن جد في الشباب اليوم هالقد عم بيكون عندهم حماس على المطبخ. ولو انت كيف ترضي نفوت على هذا مطبخ شايف انطوان انت ببيتك نحن دايما بتعرف انا على طول نحن بنحب نشجع كمان الاشخاص والمواهب الجديدة انت من داعمين انا من داعمين انا من العكس هلا نحن انا من اهل هون نحن لهون خرقنا لك شوي العادات اليوم انت عم تطبخ لبنان احنا غيرناها شوي لنعمل اجنبي بمناسبه راس السنه فبدنا ندوق الاكلات هلا بعد راضي. شوي هلا من ترضى اذا ذقت الاكلات ولا شو نرجع ندوق لنص نص الحين والله عراس بس انا ما عجبني الدخل الفت فيها هاي العمليه بلا اذن بلا اذن وجبت بيها من قلب التلفزيون جبتها هي جمله انا عملت عملت انقلاب داخلي معقول هاي شو بدنا هلا نحن عم نعطيها انا اما انا بقلب عالمك والله عراسي مستعمل وجاي يا اخي نحن هلا شو بدنا بدك تعمل بدك تشوف العزيمه على قلبك عم عزيمه بدنا نعمل عزيمه خلص اكيد نخلص فيها فاهم بامر عيني من الاكل حبيب القلب والله غربي عراسي شايف انطوان نحن ما قلنا عزعلك تسلمي انت بتعرف والبيت بيتك والمطبخ مطبخك انت بتعطون هاي قبيلي بتضحكي واستصالي نضحك سوا وكل شيء سوا شايفه شايف بتعدي مليانه صيام هلا تنرضي العيله تنرضي الاشياء شايف انطوان بيا ما دخلها الله خسارة ما دخلها عن جد يعني انت هلا عم تلومها كيف معك وياك لابسه ومظبطه اموره عم تستقبل العالم انت ما معك خبر هن اخروك شوي برا عرفت كيف فوتوها لا ما يعني فوتت قبلك قلت خلينا نمشي امورنا انا فوت شوف انطوان الاخرون والاخرون اولون نعرف حصه كبيره لك اهلا وسهلا حبيب القلب حبيبي والله على راسي شوف انطوان نحن عم نعمل شيء بدنا اليوم هيك تعطينا رايك باللي عم بحضره الشيف هلا هيدا السنه كثير مليحه بس ايام العادي بينكسروا العالم ما فيش معهم مصاري بده دولار او يكون واحد عامل دولار هيدي هيدي ماشي جود تشيز عملناها بهذا الشكل شوي اجنبي وانا حضرت بدنا ندوق شيف انطوان اكيد بدنا ندوق هلا لا انا دايق من اكلاته انتبه لا شيف سلام شاطر شيف انطوان يعني شو بك عشرة عمر نحن وياه بس زعلت دغري معقوله هيك والله يا زلمه فوتت هيك علينا ما نعوض له اياها على الشيف قلت له يا عم صلح مش هالحال والله على راسي بنعوض له اياها للشيف انطوان اكيد نحن بنعوض له اياها ما هو بيعرف يعني معزته كبيره بس اليوم خرقنا له شو اسمه العوايد تبعه المطبخ اللبناني غني كثير شيف انطوان غني صح؟ نعم ولما نروح على مطابخ ثانيه كمان فيها اشياء حلوه فيها غنى كمان فيها غنى ولكن ايها الاصعب وين الصعوبه بتكون اكثر بالمطبخ اللبناني ولا المطبخ الاجنبي؟ ذاك اللي بيتعلمه ما فيش صعوبة يعني. له إذا كان حابب كله بيمرق عنده أصل النية أصل النية بس أوقات في أكلات هي كتير مكلفة ما بتمشي على كل الناس وأنا مطبخي هو مطبخ بيتي كيف تلفزيون لبنان للبنان أنا مطبخي للبنان شو بدك تعمل معه تحط إيدك مع الشيف سلام هيدي التوست يلا ما هو عم يشتغل نحن ولا مثل ما بقول اللي بيشتغل بالمطبخ ما حدا تاني مثل ما قلت لك كثر الطباخين احترقت الطاسة أكيد أكيد رح أحط لها رمان على وجهها اكيد اخر شيء حط لها جوز طحنهم شوي جوز
وهيك بتكون خلصت معنا السلام. هيدا كله طبق لشيف عطوان. هيدا كله لإلك. ميرسي. من المعروف هلا بدك تدوق. أنا من الجمهور لجمهور تلفزيون لبنان يلي على طول بيحضرنا، هذا مني لإلهم كأنه بعيدهم بمناسبة الأعياد عيد رأس السنة، ويستقبلوا سنة 2024 بكل محبة. إن شاء الله. تحياتي لكل الموظفين وإداريين ومعالي الوزير يلي هو على رأس المؤسسة الحلوة، يلي نحن كلنا بنتشرف وإن الشرف يكون هو رئيسنا، لأنه كتير انبسطنا من وقت ما إجا وكتير إشياء عم بيحاول يحسنها. شاف سلها بدك تكفر عن ذنوبك، انت بدك تعمل شيف عطوان دوق الطبق. جيبي لك سكينه من عندك يا كبير. يلا. ليقص البندوره. ما انا اول بلا هنك بدي اقول لك. سكينه يا شاف. شاف مطبخك تفضل. يلا انا باخذ منك. خلص خلص. هو حيروقه مع الصوص مع كل شيء. هلا نحن بهذا الوقت شو رح نعمل؟ حاطط اني هون الكف. ما خبر انه هلا انا ضعت هون مش عارف شو في وكان عم يسال. عم اقول له شيف لو جيت انا بقول لك يا خيي والله العظيم. ما سالتك يا شيف مطبخك قل لي وين السكينه. والله هيدي مهمه عندك. هي مش جديد. ها ما خبر انا فتحت لك اياها. هيدي بعدك مش تستعملها انت. هاي خصوص دشنت لك. ما قلت انا اذا واحد اجى جديد دفعته على الحبس اشهر. ما كنت عم بقول له هيدا السلاح الوحيد بالمطبخ اللي فينا نستعمله السكين قد ايه مهم، يعني فينا نسميه سلاح الطبخ الاساسي والرئيسي. ولكن شيف سلها هاي انا مثلا قد ايه تعلمت من شيف عطوان؟ وقت جبناها كادو اجت لعنا على المطبخ بعد ما استعملتها ما اجى دورك كان. لا خبرك شو انت تحكي انت تحكي من قلب التلفزيون بتضحكي ماشي. نحن دائما بوجودك بتستعمل. لا يعني هودي كلهم جايين لعندك كادويات. كله كادويات صح؟ شيف لك شو تعلمت من طبخات الشيف انطوان؟ نحن كل شيء نحن اول شيء استاذ الشيف انطوان هو استاذنا طبخ العربي والشرق صراحه يعني منه تعلمناه. عرفتي كيف؟ هيدي اهم شيء. نحن ما بنطلع من اصلنا، الاصل المطبخ العربي هن اللي علمونا اياه طبعا. بالمعنى حبيبي هيدي محسوبه. قد ايه ستك بحبوك شيف انطوان؟ وانا بحبهم. بحبك عشان اصلي ما نحبهم بنحبهم بينتروك من مطرة. شيف عطوان نعرف انه دايما الاطباق الحلوة هي اساس الميدة كمان. نعم. وين الصعوبة بتكمن اكتر بتحضير الطبق الحلو او الطبق المالح؟ وين الشطارة بتكون؟ لا نعتمش بدي يكون واحد شاطر، بس في دقية بالجراماج بالحلو. بالحلو. هيدي العملية. اغلب الستات بيهربوا من الحلو بروحوا على الاطباق المالحة اكتر. لانه كيف ما عملت بيطلع معها بدل ياكل جوزة. بالحلو ما بتصبر. نعم. دقيق وحساس الحلو. هلا شو رح نعمل؟ نحن بالحلو ما بنشتغل بس بالمالح. مين انا نحنا يعني؟ انا عجبني بهاي. مين نحن يعني؟ اول شيء اثريه، وثاني شيء يلا بتعملوا لها هيك تضحكوا على العالم. انه هيدا هيدا الشغل. بدك عم تحط بهارات هون يا زلمه زعت الطبخ. هلا انت زعيت؟ شو هي حلو؟ هي بدها بهارات. انا عم سألك بالطحن. لا عم بمزح معك. بعرف. هلا نحن حنشيل هيدي. زعت لنا الطبخ. شو؟ حشيلها هيدي، عم يعملها هيدي محشيه. اوكي خلي الصوص في حاطط اني هون خشبات الكوردون محسن البيت مش ما يقلب. لكن هذا حتى اطباقه مميزه، يعني عمل دجاج محشي قريدس وجبنه. شايف والله منظر شايف انطوان كيف طلع انت غرشك والله على راسي انت. والعين بتشبع. انا حزينها بال بالبروكلي. البروكلي اكيد يعني الوان العين يعني لون الخضار وط... وجزر حنقص الجزر بطاطا صغيره كمان مين يعطيك غير خشبه تكرم والله على راسي والله العظيم عم تعذب حالك. ما والله ما بيصير. لا والله انت ضايفه انت ضايفه ما بيصير. اهلا وسهلا. اكرام الضيف واجب. شوف انت ما لازم تزعل هلا. مش بالعكس انا لان بحبه عشان هيك زعلت عليه. ولا هيك يفوت على مطبخي يلقى التليفون اللي انا جاي لعنده. هيدي هي عم نعرفه للشيف سلام. والله على راسي هو حاب يعمل لك اياها مفاجاه 100% محبته لك. وانا من المحبه اللي زعلان منها. ظبطتها ظبطتها صح. وهلا هيدي خلصت بدنا نسكب بالملعقة. يلا هون في انا بعطيك اذا بدك. طيب هون وين 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 عندك؟ يلا اعطينا وحده ضعت بيناتها. هي وحده هيدي هيدي منيحه. يلا تعقدت معنا شوي الصوص. هلا نحطها على وجه الدجاج. شايف وين رايح على
راس السنة وين راح تكون الليلة؟ أنت وين رايحة؟ الليلة وين حتكون؟ أنت الليلة وين رايحة؟ أنا بروح هكاك زعلنا نتصالح ولا أنا نتصالح. أنا المطعم اللي بتقلي عنه مميز والله صبحي محرزة أنا المطعم صبحي محرزة شي يحرز أو بلا المطعم اللي بتقلي عنه مميز ما رح صدقك أنه أطيب أكل من ذوقه ميدان شاف أطوان فأنت وين عزمنا تسلمي أنا عزمي على قلبي وعلى البيت تسلم هذا الصحن تبعنا خلص على الاخر ماشي هيك مثل ما تكون شايف روعه بشهي خالص ماشي مثل ما قال الشيف انطون هاي شو ملا هيدا على الاخر هاي عرفت كيف اتصرع ساعدك يلا صور لايك عم ينزل مش ينزل لايك ورايت ألف صحتين إن شاء الله بنعاد عليكم جميعاً بس كل عين وأنتم بخير كل سنة وأنتم سالمين كثير انبسطنا اليوم تعي معنا بضيفتنا كثير انبسطنا اليوم إحنا بنشكرك وشيف أنطون لنا الشرف نحن لنا الشرف نطبخ بمطبخك هون أهلا وسهلا فيك إن شاء الله بنعاد عليكم جميعاً كل سنة وأنتم على الجميع بالصحة والعافية وراحة البال وبنعاد كمان على كل الناس اللي بيحضرونا لتلفزيون لبنان ولكل موظفي تلفزيون لبنان ثانك يو بيا ثانك يو شيف هلا رجعنا مع وزير الاعلام زياد مكاري ووزير السياحه وليد نصار مع بعض وقليل الاشخاص اللي بيعرفوا انكم تقربوا بعض مزبوط صحيح شو بتقربوا بعض امه وبيي بيقربوا بعض بس نحن بعتقد انه هي ابعد من قربي نحن ويا الوليد صدق لما مش 30 اكثر ما بعرف قديش وزيكم اصحاب زمان وكمان غير السياسه اللي بيجمعكم يعني بيجمعكم السياسه 35 سنه 35 سنة اوف ايه 35 سنة 35 تجتمعوا بالباسكتبول كمان انه اثنيناتكم تحبوا الباسكت هو ملك الباسكت انا هون ملك الفوتبول لا الفوتبول سوري فوتبول علاقتنا مثل ما قال زياد 35 سنة بيت اهله لزياد جيران بيت جدي الله يرحمه بصغرته بقى كل ما بدنا نروح عند بيت جدي او نظهر من عندهم مجبورين نقطع حد بيتهم هيدي من نحن وصغار صداقة عمر بعتبرها أكثر من قربة في صداقة ومحبة بدون هيك بريئة من نحن وصغار وما فيها مصالح هي أهم شيء وعم تربى من البي للابن هلأ أولادنا أصحاب كمان ولما كنتوا صغار كنتوا عارفين انه حابين توصلوا لهيدي المرحلة اللي انتوا واصلين لها هيدي قصة هيدي بتحكي انت ولا انا خبري خبرنا خيو يحكي بس ما مش بالتفاصيل كتير يعني لا بدون تفاصيل أكيد في طموح كان سياسي عند زياد وعندي بس مش انتبه في فرق بين واحد يكون طموح ويكون عنده إيه هدف هذا المشروع ويعمل كل شيء تيوصل وفرق بين يكون طموح وتركه للظروف وللوقت ولل افتكر زياد هيك ما استعجل إجى ظرف معين وأنا زيت الشيء ما استعجلت بس أنا في أقول شغلي إنه سنة 1991 كنا سهرانين بإهدن وكنا مبسوطين نحن وشباب وزياد قبلنا يعني كان هيك طموح سياسي نحن بيو لزياد جنرال تيودور طول بعمره هو قدوة لألنا بمناقبيته بأخلاقه يعني كنا نقول نتمثل فيه بقى أنا بتذكر يومتها رشحت زياد على الانتخابات النيابية قلت له لازم ودفشني وكانت يومتها شرارة انطلاقة السياسة كنا شاربين شوي مش غلط أبدا بالعكس بس أنه ليك عن جد القدر كيف عمل أنه نكون مع بعضنا بحكومة وحدة كمان حياة كمان. غريبة عجيبة لو بيقول لك كمان أنه كانوا يمرقوا من عنا تيروح عن بيت جده نحنا كنا نجي من بيروت نمرق عندنا عجبال وبيت جده قبل بيت جدي نمرق على بيت جده قبل ما نمرق على بيت جدي كمان عرفت يعني صارت القصة كتير مع بعض كل الوقت ونزوروا كل بعض وقت كل وقت أيام حلوة وكنتوا متفقين إنه ما رح تتخانقوا يعني بتوصلوا على السياسة وما بتتخانقوا مع بعض لو أبدا مش مطروح الموضوع يعني لا بالعكس يعني هلا في أيام هو يعني اصلا هو انا بعتقد انه ضل له كيف هالقد انت يعني صار عندك حكمه سياسيه ما كنت انتبه انه هالقد
فيت بالسياسي هو يعني غدرني شوي بس ما لما بتجتمعوا مع بعض لما تكون بمناسبة يمكن ميلادية أو على نيو يير وهيك بتحكوا سياسة أو لا؟ بلا بتحكوا سياسة كل الناس ما أصلا ما بتلاقي اثنين لبنانيين لما بيجتمعوا مع بعض بيحكوا سياسة يعني كيف إنه نحنا بالعكس بنحكي سياسي وبنحاول نقرب الأمور لبعضها يعني مش بس حكي سياسي بنعتبر إنه فينا نلعب دور يعني وقتها بيكون عندك العلاقة منيحة وفيها ثقة وفيها أخلاق وما فيها مصالح وفيها هدف واحد بتحس إنه أنت فيك تشتغل كمان على إنك تقرب أمور لبعضها. هذا اللي كنا عم نقوله من شوي رايان معك إنه الخصومة السياسية والاختلاف بالرأي هيدي شغلة صحية يعني مش منا عيب ولا خطيئة ولا بالعكس حلو يكون في عدة آراء وقبول الآخر ورأي الآخر هي شغلة مهمة. أهم شيء اللي بيحمي هيدي العلاقة بين الشركاء بالوطن هو الاحترام وقبول الآخر. إذا بنحترم بعضنا ونتقبل آراء بعضنا بس كل واحد عنده قناعة معينة ما بيصير في خلاف في تنافس في فرق كبير يعني وهيدا الشيء اللي نحن عايشينه هلأ مع بيني وبين زياد بفتكر أكترية الأمور يعني بنسبة كتير عالية منتفق عليها بمقاربة المواضيع وبطرحها وبالمعالجة مثل ما قال هلأ زياد إنه مننقل الكلمة الحلوة منقرب القلوب على بعضها منكون ساعيين خير يعني في نية طيبة وهيدي بترجع صراحة للتربية هيدي بترجع للتربية الإنسان كيف نفسيته وأخلاقه وكيف بيتعاطى. هلا أنا من صغرتها وأنت من صغرتها بس ولا مرة لما يجي حدا لعندك وشو بتعزمه على شو؟ في جبنة؟ ظرفية وأنا ولا مرة عزمت عليها. لا هلا السنة بالصيف كان صيفية شوي صعبة علينا بس إنه وبتحب تشتري كمان القصص القديمة القديم إيه؟ من شو هن؟ يعني كنت بروح على البسطة كتير وبشتري كتير قصص هيك مسمين عطايق بصغرتها حتى بسافر بروح دائما على الأسواق يعني التراديشنال فلي ماركتس يعني بحب اشتري كتير قصص عتيقة بتروح على بيتي بتلاقي هيك قصص ووليد ما في شيء بتخاف منه إلا شغلة واحدة هو الأسانسير. مين خبرك؟ صحيح. وقبل ما تطلع بالأسانسير تسأله إذا موتور أو كهرباء بجيش البناية كلها. ليه بس صاير شيء معك قبل كرمال؟ لا هيدي نوع من فوبي هلا خفت كتير لا صرت عم بستعمل هالفترة هلا منو هيك مشان ما حدا يطلع باله يتقص لا شغلة عادية يعني بس عم بقطع شوي شوي الحمد لله. هلا بدي لك شغلة نحن وزارة السياحة وزارة الإعلام مبنى واحد صح بس هو حظه حلو بيفوت دغري يعني ما بيطلع بالأسانسور أنا بطلع بالأسانسور صح. زيادة قليلي اللي بيعرفوا إنك اليوم أنت مسؤول عن تليليبان إذا هذا الشيء يمكن محملك زيادة على ظهرك بس إذا هذا الشيء حلو يعني هو إذا بدك أتقل حمل بوزارة الإعلام تلفزيون لبنان لأنه أنا بعتبر أنه هذه مؤسسة كتير انظلمت ومؤسسة بتعطي كتير فيها تعطي كتير وفيها موظفين رائعين يعني بيشتغلوا باللحم الحي وأخذنا تحدي على نفسي أني ما خلي المؤسسة تسكر أبدا وما لخليها تسكر وأصلا الموظفين والناس عم تبلش تشوف كيف الأمور عم تتطور نحو الأحسن مش عم بقول لك نحن رح نصير مثل CNN بس باقل نحن انا بقول لك انه رح نطلع على درج خطوه خطوه وهلا ان شاء الله 2024 كمان في مشاريع يعني جا لك هالستوديو شو حلو انا ما بقول انه اكيد مش انا يعني اللي عملته بس انه نحن فريق ومنبادر وقادرين انه نطلب وبنطلب بنظافه وبنطلب بحريه وبنطلب بمنطق وكل وزير بيشتغل بيحب يشتغل بيلاقي نتيجه وهيدا شيء مش لانه يعني ما في شيء لإلي بالنهاية هيدا كله لموظفين التلفزيون لمؤسسة تابعة للدولة اللبنانية. Thank you وميرسي على جهودك. أنا بدي أضيف شغلي على زياد نحن بشغلنا الخاص هلأ كل الشباب تلفزيون لبنان بيعرفوني بالشخصي لأنه شغلين نحن وياهم المؤتمرات القمة العربية والفرنكوفونية والعربية الاقتصادية أوبك اللي عملناهم بلبنان كان في تعاون مع تلفزيون لبنان وهيدي شغلة نحن مش بعيدة كتير عن شغلنا الخاص
وواكبت انا تلفزيون لبنان بفتره كثير طويله، وخاصه وقت كنت رئيس اتحاد للباسكتبول. ما بدي مش هون المجامله او اعطي كريدي لزياد، المصفين بكره يوما ما هن بيحكوا وبقيموا هذه المرحله بيعتبر زياد بمرحله كثير قصيره، لانه زياد ما له سنتين بالوزاره الدائمه لك هلا اقل من سنتين، سنه وعشرة اشهر. سنه وعشرة اشهر عمل قفزه نوعيه مع باظرف باصعب ظروف قطع فيها كل مؤسسات الدوله ما فيهم تلاليبان. يعني نحن بنقول لو الاداره اليوم مستلمه زياد مع الشباب وهيدي الروتيشن اللي عملها ضمن الاداره، ناس كانوا محطوطين بهيك نكت سياسي وانكيات وتوزيع غير عادل، قدر بهيدي الفتره الصغيره يعمل نقله نوعيه ويقدر يجيب استثمارات لتلفزيون لبنان. وهيدي الشغله الاساسيه وبظروف الصعبه ان شاء الله هلا بالوقت اللي بيتبقى لنا تكين صار في انتخابات رئيس جمهوريه تشكيل حكومه جديده، ما عندي شك انه معالي رح يقدر يطور اكثر تلفزيون لبنان بالوقت اللي باقي ان شاء الله. يعني انا بحب اقول انه هو اذا بدك شغل انه يكون في فريق عم بيشتغل اهم من انه يكون في شخص عم بيشتغل. صحيح. شخص وحده ولا ممكن انه يشتغل، ونحن فريق حتى زعلانين انا بنحب انه يكونوا موجودين معنا، الكل لازم يشتغل تهالمؤسسه تبقى ان شاء الله. ممكن بحيالة لحظة تتشكل حكومة وتبطلوا وزراء ولا إعلام ولا سياحة، شو بتحس انه next plans تبعكم تقدركم على ذات الليفل يلي عم تقدموه للناس؟ شرف تفضل. يعني انا انت بتعرف انا قلت لك بالاول اني انا رح ابقى بالسياسة، فبس ابقى بالسياسة بيضل فيني يكون موجود ب بمواقع اقدر اني ساهم ب يعني باني اعمل بدك ساعد بانه يكون البلد احسن ويكونوا الناس مرتاحين اكثر، ولو انه يعني درجه كثير 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 صغيره. يعني كل حدا على قياسه وعلى حجمه هو بيقدر يغير، يعني ويمكن بيقدر يعطي مثل كمان يعني للاخرين. اكيد انا بشغلي الخاص بدي ارجع لشغلي الخاص اللي هو كان اساس نجاحي المتواضع اللي مش انا بحكي عنه بوزارتي، هو انه تنقل الخبره من القطاع الخاص للقطاع العام. بقى الشغل ناطرني شركائي الموظفين، خيي زياد صديقه الشخصي لزياد كله ناطريني انه بس خلص الوزاره الشغل الخاص بدنا نقويه ونكبره ونقدر نفيد بلدنا ونستفيد من الخبرات اللي عنا اياها. وطبعا بالشان العام ما فينا نسكر الباب، بنضل عنا هيك حسب الظروف كيف بتكون، بس هو اهم شيء العنوان الكبير انه كل شيء بنعمله بخدمه لبنان. هيدي هي الاساس. بدي منكم بمناسبه نيو يير اذا فيكم تطلعوا بكاميراتكم وتوجهوا هيك رساله امل للناس بهيدي السنه الجديده. يعني بنعرف انه لبنان مرق بظروف صعبه كثير وهلا عم بيمر بظروف اصعب، كل ما بنقول خلصنا من شغله بنرجع بنفوت بشغله اصعب، بس أنا مؤمن إنه الشعب اللبناني هو شعب جبار، شعب ما بينكسر، شعب مغروم ببلده بالرغم من إنه يمكن مقصر كتير من الأحيان مع بلده مع دولته مع قوانينه، بس بالنهاية هذا لبنان. أنا بضل أقول إنه ما لازم نفقد الأمل وما لازم أولادنا يفقدوا الأمل، لأنه أهم شيء إنه ما بنقدر نبني بلد إذا مش الأجيال يلي بعدنا هي قررت تبقى ما راح يكون عندنا بلد. ثانك يو لكم، وبدي اتشكركم كلكم على متابعتكم، وبتمنى لكم سنه جديده وحلوه مني ومن تلي ليبون.